زي مثلا الطفل اللي هو عنده سكر، يعني ام عندها سكر وطفل عنده سكر، فالطفل حجمه كبير على الاخراج على الولاده الطبيعيه، الولاده الطبيعيه. او زي بقول امراه حجمها اصغر من حجم الطفل، الطفل نفسه، فده برضو بيبقى فيه اصابات كتير جدا. يبقى اللي هو بنقول عليهم ما اتخذوش القرار المناسب، الولاده تبقى قيصريه ولا طبيعيه، تورطوا دخلوا في ولاده طبيعيه، في النص لقوا ان الحوض مش نافع يعدي الواده، افتح يا عم، بس مفيش حل. خلاص اتزنق، ما هو خلاص مش عارف يرجعه تاني قيصر. ده الامتدادات دي ما هنحكي دلوقتي، تفضل تمد لغايه ما تقطع ايه بقى، تخش على الحته اللي في النص الجسم البادي ده، تروح قطعها كله، وتكمل تخش على القناه الشرجيه وتروح قطع العضلات، وتكمل تخش الفورس ديجري يخش يروح قطع المستقيم نفسه شقه نصين. وبعد كده يجي لو ما اتلحقتش الكلام ده بشكل جيد، كل ده يلتئم مع بعض، فتلاقي ان القناه الشرجيه مع المهبل كلهم بقوا كتله واحده، قناه واحده، فتحه واحده كبيره.